نفسك تبقى ايه لما تكبر؟ السؤال ده دايما موجود بين الطلبة في مختلف اعمارهم، والاجابة بتكون مش واضحة بالنسبة لهم. علشان كده مستشفى 57357 عملت الفيوتشر ساينس كلوب، وده عبارة عن برنامج تدريبي مكثف، ومن خلاله الطلبة هيقدروا يتعرفوا على مجالات مختلفة من العلوم وازاي يقدروا يربطوا بينها وبين التطبيق العملي. وده عن طريق ايه؟ عن طريق محاضرات، تجارب، أنشطة تفاعلية في مجالات مختلفة زي الهندسة الطبية والصيدلة وعلوم الجينات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها في علاج الأمراض، بالإضافة لمحاضرات التنمية الذاتية للطلبة، وده هيساعد الطلبة في تحديد أفكارهم وميولهم العلمية بشكل صحيح. وفي النهاية كل طالب هياخد شهادة معتمدة من المستشفى عن التدريب. تابعونا عشان تعرفوا تفاصيل أكتر عن البرنامج التدريبي وتكونوا جزء من Future Scientist Club.